مر عليك في حياتك يعني أشخاص هم فعلا يعني يحملون من هذه البغضاء اللي يعني والحسد أحيانا يعني خاصة الإنسان الناجح دائما يكون محسودة ويكون يعني الناس تحاول ترميه بالحجارة مثل ما يقولون، فمرور هالأشخاص في حياتنا كيف يعني بدل كيف نتعامل معه بدل ما إنه يبنى الوراء لا يعطينا دافع لمواصلة المسيرة والإيجابية أكثر حتى نتعامل معهم بإيجابية. صحيح، إحنا شوفي نحن في حياتنا نحن بشر في النهاية، هناك الصفات الإيجابية وهناك الصفات السلبية، راح نواجه نعم مثل هذول الناس وموجودين في حياتنا بكثرة، الخوف من المنافسة، الخوف من أن هذا الشخص ممكن يأخذ مكاني، ليش هذا الشخص ناجح، في نوع من المقارنة، المقارنة المصحوبة بالغيرة أو الحسد، هذا الشيء موجود. لكن أنا والله يعني بطبيعة الحال وكوني أنا يعني عندي هذه الإيجابية داخليا أشفق على هؤلاء، أشفق عليهم لأنهم راح يضيعون الكثير من حياتهم من الأشياء الجميلة. أيوة نعم. راح يفوتون أشياء جميلة كثيرة ويخلون نفسهم مشغولين دائما وبشكل مستمر في متابعة أشخاص ممكن يضيفون لهم الكثير.